هي ده اسمع صوت شخص مريض. بالله دقيقة لازم اروح استكشف. اوكي خلي بس اشرب لي بويجن نايت فيجن حتى اشوف الظلام. هي منو هذا؟ هي والله شكله في ذا البيت. بالله خلي ادق الباب. هي سلام عليكم، في احد هنا؟ وعليكم السلام. ها وش فيك صديقي؟ وش فيك انت مريض لو شنو؟ جاني مرض وهذا المرض خبيث، تعب كثير اني احضر تعالج، اني كلش فقير وما عندي فلوس حتى اروح المستشفى تعالج. هذا المرض اذا ابقى اسبوع كامل بلا علاج احضر اموت. طيب ما عندك فلوس حتى تروح تتعالج ولا فلس؟ لا ما عندي. طيب خلي انتظر حتى يجي ابوي، وان شاء الله اذا كان عند ابوي فلوس والله نروح مع بعض المستشفى وادويك. خلاص اوكي. فانصحك انك تبعد عني، فان هذا المرض الخبيث مو عادي. هاي شنو يعني ذا المرض معدي؟ لا 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 لا، بلكي اصير مثلك. لا 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 يا ساتر، يعني هسه اقدر اصير مثلك؟ لا 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 لا، بس لا اصير مثلك. خلي اروح اشرب لي شويه حليب حتى اذا ان شاء الله ما يكون في سم. لا ما عندي حليب. والله شو اسوي هسه؟ لا 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 والله حتى الدواء خلص من يمي. والله مصيبه. والله شو اسوي هسه؟ اوكي وهسه خلي اروح انام وان شاء الله الصبح ما يجيني ذا المرض الخبيث. يلا الله يستره. بس اي وش فيني صرت كذا؟ ايش في؟ هاي اعداني الورع. لا اعداني، جاني ذا المرض الخبيث. هاي يا ورع يا ورع، ليش عديتني يا ورع؟ انا عدك ابتعد عني، بس انت ما افتهم. اسف اقدر اسوي لك اي شيء. اسف والله يا اخي. ليش كده؟ والله كنت ما بيا ايشي، بس هسه صرت مريض. لا لا بالله شو اسوي هسه؟ هي ابي ابوي، ابي امي. هي وين راحوا؟ هي والله شكلهم سافروا، ولا والله ما ادري وين راحوا. بالله خلي اروح للمستشفى اشوف شلون اقدر اتعالج. هاي سلام عليكم. هاي وانك؟ هاي سلام عليكم. عليكم السلام. انا جاني مرض كلش خطير وخبيث كله بسبب ذا الورع عداني. طيب تقدر تعالجني؟ اقدر بس يبيلك فلوس. طيب راح اروح للبيت اشوف اذا ابوي حط لي فلوس قبل ما يروح. لو لا بس حب عندي، يا رب يقبلها. يا رب يا ورع كله بسببك. هاي عندي بس حبة دايموند، تقدر تعالجني بها؟ لو لا ما تكفي حبة دايموند، يبي لك كثير فلوس، لأن هذا المرض كلش خطير وكلش خبيث، ويبي لك كثير أدوية وأدوات جراحة. بليز أتمنى تساعدني، والله بس عندي بس حبة دايموند، راح أنتظر أبوي حتى يجي وبعدين أكمل لك الفلوس. يا أخي هاي مشكلتك، روح دور لك شغل أو فلوس. والله آسف، والله كلش آسف، ما أقدر أساعد. طيب شنو ذا نوعية المرض؟ والله ما بعرف هاي نوعية هالمرض. والله هذا الظاهر المرض كلش خطير، ويمكن إذا تبقى زي كده أكثر من 7 أيام يمكن لا قدر الله تموت. والله صدق يعني اذا ابقى اكثر من 7 أيام زي كذا بهاي الحاله يعني اقدر اموت؟ يب هذا اصلا هذا معدي يب، هذا اصلا انا البس يب. والله اسف يعني. اوكي خلاص راح اروح انتظر ابوي حتى يجي. خلاص بالله شو اسوي هساني يا اخي؟ كل شيء ما عندي للاسف يابي. بالله خلي افتح البريد اشوف. حلو عندي رساله اجتني، خلي ادخل البيت اقراها. اوكي خلي بس اسد الباب. اوكي هاي شنو هذا؟ اسد الباب. حلو اقراها. هاي شنو هذا؟ بني اني رحت اني وامك المكان كلش بعيد. لا يعني ابوي وامي راحوا المكان كلش بعيد. لا وللاسف ما عاد راح نقدر نرجع. لا لان راح تواجهنا ظروف كلش قاسيه، فراح نضطر ان نبتعد عنك حتى نحميك من الوحوش القاتله. اسف ابني. لا يعني ابوي وامي ما راح يرجعون مره ثانيه. لا طيب خلي اشوف الصفحه الثانيه. هاي شنو هذا؟ بس قبل ما سافرت أنا وأمك حطيت لك صندوق كله موارد وأغراض ثمينة حتى تقدر تكمل تعيش في أحسن الظروف. حلو يعني أبوي حط لي صندوق في موارد ثمينة. بل خلي أروح للصفحة اللي بعدها. الصندوق موجود تحت البيت في الطرف. يلا مع السلامة بني أحبك مرة. ها يعني أبوي وأمي راحوا المكان بعيدة ما راح يرجعون مرة ثانية، بس قلوا لي أنه حطينا لك صندوق في طرف البيت. والله يمكن هنا أنا؟ والله ما أدري، بس خلي أشوف أول مرة. لا 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 ما في هنا أنا. والله خلي أشوف في المكان الثاني. يا رب في هنا الصندوق.
ايه حلو 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 حلو، ايه شكرا لك ابوي، والله شكرا، والله راح اشتغلك كثير، والله شكرا، والله خلي هسه اني عندي كثير فلوس صح، فخلي ارجع للطبيب اقول له ايش قد تحتاج فلوس حتى تقدر تعالجني. هاي سلام عليكم. ها دكتور، وعليكم السلام. ايش قد قلت لي فلوس حتى اقدر اتعالج؟ دقيقة خليني أشوف لك الحاسوب. يا صديقي أبغى لك 5 ستاكات دايموند بالضبط. خلاص على حلو التأقلم. حلو، راح اجيب لك اياهم، وهمين راح اجيب لك ذا الجار المريض، همين راح اجياني وياك تعالج مع بعضك. صديقي تعال وياي، اني حصلت لي الفلوس وهسه راح نروح مع بعض نتعالج ونرجع زي قبل. اوكي يلا تعال وياي للبيت، راح اجيب الفلوس تعال. اوكي هو قال لي 5 ستاكات، حلو هاي 3 4 5، 1 2 3 4 5، حلو اوكي حصلت لي 4. هاي ورع، لا تصرخ يا ورع، لا تصرخ لي اغراضي، هذول حق ابوي. اوكي ها خلاص جيتك مرة ثانية، يلا هسه جبت لك كل الفلوس، يلا اوكي واخذ لك شوية اخي بقول قاعدين فيني مثل الدروع اوكي خلاص. ويلا طيب راح نتعالج اني 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 وجاري. اوكي فايش قد يصير عن الفلوس؟ 10 ستاكات دايموند صح؟ يا رب مستكاد يا يلا خاك هاك كلهن، ابي اتعالج اني وجاري. اوكي اوكي حتى بعد لنرجع لهذا المرض الخبيث والمخطر. اوكي اوكي بس يا صديقي في سؤال يا اخي، كيف حصلت هذا الفلوس؟ ترى يعني يبي لك ابوي من كان تحصل. ابوي وامي قبل لا يسافرون او قبل لا يهاجرون حطوا لي صندوق به كثير موارد وكثير اغراض ثمينه، بس المشكله ابوي وامي ما راح يقدرون يرجعون مره ثانيه، بس شو نسوي؟ طيب اول اشي وش نسوي حتى تقدر تعالجني؟ اول اشي وش نسوي؟ اول اشي يبي لك تجي فوق هذا من اوكي كان خلاص اشوف الوزن تبعك. طيب خلاص يلا لا تتحرك هواي، يلا اوكي تمام خلاص سجلت كل البيانات. حلو ها هسه شو اسوي بالضبط؟ تجي هني من شان اشوف يعني نوع المرض او زي كذا. خلاص يلا شوف اجيب هاي. خلصنا مشغول. اوكي حلو هسه بعد شو نسوي بعد؟ تعال الحين اجلس هني اوكي فوق حلو هذا السرير. اوكي انام لو ابقى كذا انام. نعم اوكي يلا خلاص يلا خلاص بعدين شو اسوي؟ الحين ننتظر شوية اجيب يعني الحقنة. بتألمني هاي الحقنة لو لا؟ اتمنى ما بتألمني بليز، اني لا كل ما اني 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 كلش اخاف من الحقن بليز. اوكي تريد نعطيك يعني اشي يحطك ما تتوجع من هذه الالام، ما تجيك هذه الالام. اوكي خلاص شلون شو اسوي بالضبط؟ اشرب لك هاي. تعال يا صديقي اشرب لي هاي. شنو اللي راح اشربها؟ حلو هاي شير. اوكي خلاص افتهمت هاي شنو حق شنو. اوكي اوكي تمام ارجع انا مرة ثانية. يلا خلاص هذا زي البنج صح؟ ياب هذا هذا يحطك زي منام. اوكي يا صديقي خلصنا يا صديقي. خلصنا صدق؟ تعبنا هواي والله تعبنا هواي. حلو بس والله شكرا لك صديقي. هي بس ليش سكني زي كذا؟ ليش بشرتي خضراء لسه؟ اول شيء يعني ابغى لك قبل ما تنام اليوم، قبل ما تنام الزم لك هاي، شرب هاي وهاي وهاي، وان شاء الله عندما يعني تستيقظ من النوم مالتك ترجع لحالتك الطبيعيه. خلاص يعني بعد ما اخذ لي كل هذولا قبل النوم اصحى الصبح خلاص يعني اصير ارجع طب. ان شاء الله ان شاء الله. يلا شكرا لك. يلا هسه ابيك تعتني بذا جارنا. اوكي اوكي الحين يبغى لك تروح تنام يعني. يلا مع السلامه دكتور، انا رايح انام. لا 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 تروح تعال. هاي اذا احتاج اي دواء او اي شيء يمكن تساعدك. اوكي حلو يلا شكرا لك. يلا مع السلامه. يلا حظ اوفر. يلا مع السلامه. اوكي هسه قال لي الطبيب خلي نحط هذول هنا حلوين، ووراها ناخذ لنا هذول البويجينات. اوكي نشمر هاي علينا وناكل لنا نوتش ابل، وناكل لنا هاي الجولدن ابل وحليب، الحليب في الصبح ناكلها. اوكي وراها ننام خلاص، وان شاء الله الصبح راح ارجع شلون ما كنت. اي صار الصبح ورجعت شلون ما كنت والحمد لله. واخيرا بس خلي نروح نشكر الدكتور. اوكي خلي اخذ لي الدروع واخذ لي شويه مايه. حلو حلو اوكي خلي اخذ شويه مايه. اوكي وهسه اشوف ذاك جاري اشوفه يعني اذا رجع شلون ما كان او لا. اوكي خلي نروح الجاري. هاي سلام عليكم جاري.
افتح لي الباب. هاي سلام عليكم. السلام عليكم. ها يلا ايش رايك نروح للدكتور هسه نشكره نقول له شكرا لك لانك عالجتنا وزي كذا، نروح له لو لا؟ يب يب راح نروح له، لكن اشكرك انت لانك اعطيتني الفلوس حتى اروح اتعالج. ها 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 معلش مو مشكله، اهم شيء نتعالج مع بعض. يلا 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 تعال معي، يلا تعال معي يا صديقي نروح للطبيب. يلا تعال تعال. هاي شنو؟ لا الطبيب، الطبيب اجتها العدوى. لا 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 ابتعد ابتعد. اثنيناتكم انقلع والله ما تسرعوا نفسكم، والله هذا كله بسببكم. اوه الحمد لله الحمد لله عندنا دروع او راح يعدينا. خلاص انت هسه ما تقدر تسوي لنا اي شيء لان احنا انقلع انقلع. طيب والله ما تسرعوا نفسكم، هذا هاي بسببكم هذا. طيب 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 نقدر نساعدك صديقي، والله نقدر نساعدك. اقدر اجيب لك فلوس لان ابوي انطاني كلش كثير فلوس، كثير فلوس انطاني، يعني اقدر اساعدك. بس ما اقدر اتحرك هواي عشان هذا المرض يتاثر علي هواي. لا شو نسوي؟ وش نسوي هسه بالضبط؟ وش نسوي؟ لازم نتصل بطبيب مختص في هاي الاشياء يجي لهني اصلا من دوله ثانيه عشان ما اقدر اتحرك اني. يب انا درست في كليه طب واقدر اداوي. ها حلو، يعني احمد يقدر يعالجك يا ورع. والله والله انك محظوظ. اذا من زمان اذا ما هذا استعدني ان شاء الله، هذا كل الدواء اللي عندي احتاج بس شخص يساعدني. خلاص ما يقول لي خلاص احمد عالجه بليز، لا تحطه زي كذا والله مسكين لانه هو عالجنا اصلا. اوكي يلا عالجه. يلا خلاص انا هسه راح اروح لباتي وخلاص. اوكي يلا مع السلامه. اي صباح الخير، اجى الصبح، بس خلي اروح اتاكد اول مره انه الدكتور رجع لصحته العاديه لولا. هاي سلام عليكم احمد. اي يا ورع. ها سلام عليكم، وش سويت الطبيب؟ سلام عليكم. وش سويت الطبيب؟ خلاص عالجته؟ يب انا سويت له اللي درسته من زمان وان شاء الله يرجع مثلنا. حلو، يعني هسه ايش رايك نروح نشوف احوالها مع بعض؟ يلا تعال معي، بس نقول يا رب يعني رجع شلون ما كان. هاي هذا مو الطبيب؟ يا انا طبيب يا. انا مشكور يا احمد على انك ساعدتني والحمد لله صرت يعني شفيتني وبريت من هذا المرض، والله مشكورين كل شخص صار الثاني. انا الحين رايح المنزل، ما يبي يجي وياي، عنده مو ما عندك ابو ام تعال وياي، واذا تبي انت يا احمد تعال ويمي، وعندي كثير شغلات، عندي مسبح ومدينة الألعاب بجانبي، إذا تبون تعالوا وياي. بس شكلك مو زي الطبيب حق قبل شوية، وش سويت يا ورع؟ يا غيرت ملابسي، هذه ملابس حق يعني الشيخ الماتي، هذه الملابس اللي حلو يعني عندك اثنين ملابس، ملابس حق الشغل وملابس حق البيت. اوكي هسه افتهمتك، يلا هسه نروح لبيتك نلعب؟ يا نسبح. يلا خلاص يلا نروح. هاي وين باتك؟ وين باتك؟ دلنا عليها. يلا خلاص هي بعيدة شوي صح؟ يلا خلاص بعيدة شوي بس يلا.